اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشره منتصف الليل والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون يكرم الرياضيين المتواجدين في الطبعه 19 لالعاب البحر الابيض المتوسط بوهران، وابطال الجزائر يشيدون بجهود السيد الرئيس واهتمامه المتواصل بتطوير الرياضه الجزائريه. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعين السيد إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية. ضمن إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها السيد الرئيس الجمهورية في ستينية الاستقلال، تفصيل يحدد الفئات المعنية وقانون خاص سيحال الأسبوع المقبل على اجتماع الحكومة. البرلمان بغرفتيه يختتم دورته العادية 2021-2022 وسط تأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة. عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن بعد إتمام أداء مناسك الحج وأولى الرحلات باتجاه مطار قسنطينة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس على تكريم الرياضيين الجزائريين المتواجدين في الطوعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. وكان رئيس الجمهورية قد حل صباح أمس بقصر الشعب، حيث كان في استقباله وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق. السيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشرف على مراسم حفل التكريم الذي حضره رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول سعيد شنقريحة ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق ومستشارو رئيس الجمهورية إلى جانب أعضاء من الحكومة وشخصيات وطنية وأعضاء من الأسرة الرياضية. السيد رئيس الجمهورية كرم أبطال الجزائر الرياضيين المتواجدين بالذهب في الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. يتقدم الرياضيين الفائزين الرياضي سعيود جواد، وهو المتوج بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في اختصاص السباحة. يتلقى الرياضي شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي عبد النور بن جمعة، وهو المتوج ب ميداليتين ذهبية وبرونزية في ألعاب القوى اختصاص سباق 400 متر تتابع. يتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الرياضي تريكي ياسر محمد الطاهر، وهو المتوج بميداليتين ذهبية وبرونزية في القفز الثلاثي والقفز الطويل. تتقدم الرياضية خليف حجيلة، والمتوجة بميدالية ذهبية في اختصاص الملاكمة لوزن 60 كيلوغرام. تتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية بوعلام رميساء،
وهي المتوجة بميدالية ذهبية في اختصاص الملاكمة لوزن 48 كيلوغرام. يغرطى أي تبقى رياضيا متوجا بالذهب في اختصاص الملاكمة وزن 69 كيلوغرام. يتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الرياضي يحيى عبدلي، هو المتوج بميدالية ذهبية في الملاكمة في وزن 63 كيلوغرام. بدوره يتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. في اختصاص ألعاب القوى يتقدم الرياضي عافر بلال، وهو المتوج بميدالية ذهبية في القفز العالي. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الرياضي محمد علي جواند. محمد علي جواند هو أحد أربعة في سباق 400 متر تتابع الذين توجوا بالذهب. يتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية ويكان سيليا. ويكان سيليا في اختصاص الكاراتيدو شاركت في الكوميتي لوزن أقل من 50 كيلوغرام ونالت الميدالية الذهبية. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. الرياضية ميدي شيماء في اختصاص الكاراتيدو نالت الميدالية الذهبية لوزن أقل من 61 كيلوغرام. يأتي اختصاص الجودو ويتقدم الرياضي إدريس مسعود رضوان، هو المتوج بميدالية ذهبية لوزن أقل من 61 كيلوغرام. إلى اختصاص المصارعة يتقدم الرياضي بشير سيد عزارة. بشير سيد عزارة والذي توج بالذهب في اختصاص المصارعة. يتقدم الرياضي يوسف صبري مدال، المتوج بالذهب في اختصاص كرة الريشة زوجي رجال. كما كرم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأبطال المتوسطيين المتوجين بالميداليات الفضية. تقدم الرياضية حمادي مغنية في اختصاص رفع الأثقال، وهي الرياضية التي توجت بميداليتين، ميدالية فضية وأخرى برونزية عن رفع الأثقال. تتقدم الرياضية عيسيوي لاميا، وهي المتوجة بميداليتين فضية وبرونزية في اختصاص الرافلة الفردي إناث والزوجي إناث كذلك. تتحصل على شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. كما يتقدم الملاكم الرياضي نموشي يونس، وهو المتوج بميدالية فضية شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي الملاكم حمري محمد. حمري محمد توج بميدالية فضية في اختصاص الملاكمة ينال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الرياضي حماني محسعيد، المتوج بدوره بميدالية فضية في اختصاص الملاكمة. يصافح السيد رئيس الجمهورية. وتتقدم الرياضية شايب إشراق، وهي المتوجة بميدالية فضية في اختصاص الملاكمة.
يتقدم الرياضي حسين دايخي، وهو المتوج بميدالية فضية في اختصاص الكاراتيدو كوميتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام. ثم يتقدم الرياضي باللرقع محمد سفيان، هو المتوج بميدالية فضية في اختصاص الجودو لوزن أكثر من 100 كيلوغرام، ويتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. الرياضي عمار مصطفى ياسر، هو المتوج بميدالية فضية في اختصاص الجودو دائما لوزن أقل من 100 كيلوغرام. يصافح السيد رئيس الجمهورية ويتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. إلى بساط المصارعة توج الرياضي غيو إسحاق بميدالية فضية، ميدالية فضية في اختصاص المصارعة، شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي المصارع وكالي عبد الكريم، المتوج بميدالية فضية في اختصاص المصارعة. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. رئيس الجمهورية كرم أيضا الرياضيين المتوجين بالميداليات البرونزية. الرياضي الملاكم عبد الناصر بالعريبي، هو المتوج بميدالية برونزية في اختصاص الملاكمة شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي شعيب بولودينات، هو المتوج بميدالية برونزية في اختصاص الملاكمة. يصافح السيد رئيس الجمهورية ويتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. تتقدم الرياضية فاطمة الزهرة عبد القادر حجالة، وهي المتوجة بميدالية برونزية في اختصاص الملاكمة الرياضي بوحانون هشام، هو المتوج بميدالية برونزية في القفز العالي من اختصاص ألعاب القوى. يتقدم يصافح السيد رئيس الجمهورية ويتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. تتقدم الرياضية بوزبرة زوينة، بوزبرة زوينة هي الرياضية المتوجة بميدالية برونزية في اختصاص رمي المطرقة. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية أمينة بالقاضي، هي المتوجة بميدالية برونزية في اختصاص الجودو لوزن أقل من 63 كيلوغرام، تنال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي أسامة سحنون، هو المتوج بميدالية برونزية في اختصاص السباحة تحديداً 50 متر سباحة حرة. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم اللاعب الرياضي وغليسي محمد فيصل، هو المتوج بميدالية برونزية شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية شيباني شهرزاد، وهي المتوجة
بميدالية برونزية في اختصاص الرافلة وتحديدا الرافلة زوجي إناث، حيث توجت بذلك رفقة زميلتها الرياضية عيسيوي لميا. تنال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن بعض الرياضيين المتوجين لم يحضروا معنا نظراً لالتزاماتهم الرياضية الدولية، ولذلك نتمنى لهم التوفيق والنجاح. بدوره أهدى بطل الجزائر العالمي في رياضة الكاراتيه ضيف شرف الحفل أيوب حلاسة فوزه المستحق بالميدالية الذهبية في الألعاب العالمية بأمريكا، أهداه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. يحضر معنا اليوم ضيف شرف في هذا الحفل التكريمي الرياضي أنيس أيوب حلاسة، بطل العالم في الكاراتيدو فرع الكوميتي، قد شارك في الألعاب العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية The USA World Games 2022 وحصل على الميدالية الذهبية، وأبى إلا أن يهدي هذا الإنجاز للسيد رئيس الجمهورية بعدما اختير هذا الشاب الرياضي من أفضل مصارعين رياضيين في القارة الإفريقية، وتأهل ليتوج بالذهب في اختصاص الكوميتي لأقل من 60 كيلوغرام. هذا وأخذ سيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية له مع الرياضيين المتوجين الذين خصهم بهذا التكريم المميز. أبطال الجزائر الرياضيون المتوسطيون أهدوا رئيس الجمهورية القميص الرمز للألعاب المتوسطية وهران 2022 والذي يحمل أسماء وتوقيعات الرياضيين المتوجين، وهذا نظير اهتمامه المتواصل وإسهاماته الدؤوبة في تطوير الرياضة الجزائرية لسطوع نجم الرياضيين الجزائريين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، حيث حقق الرياضيون والفرق الرياضية الجزائرية المشاركة أفضل نتائج في تاريخ مشاركاتها المتوسطية بتحصيل أكبر عدد من الميداليات الذهبية. وقد أبى هؤلاء الرياضيون رياضيو النخبة إلا أن يقدموا هدية للسيد رئيس الجمهورية نظير اهتمامه ومرافقته لهؤلاء النخب لتقديم قميص رياضي قد أمضى عليه كافة المتوجين. وعلى هامش حفل التكريم أقام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مأدبة غداء على شرف الرياضيين المتوجين خلال الطبعة 19 للألعاب المتوسطية بوهران الذين حظيوا بالتكريم من قبل السيد رئيس الجمهورية. وكانت للسيد رئيس الجمهورية دردشة مع أبطال الجزائر حيث بادلهم أطراف الحديث. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. صح. لا 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 الحمد لله الحمد لله هذه بالمعاونة ديالك. بارك الله فيك. أنا قلت لك لوبجيكتيف تاعنا في لي جوز أولمبيك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه سابقه جديده علينا احنا كرياضيين انه الرئيس الحمد لله والقياده الساميه تاع الدوله اللي شرف البلاد في اي ميدان. يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه. بارك الله فيكم. الله ان شاء الله ان شاء الله ما خير ويعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه. ميرسي على كاع باش درتوا لنا في هذا لي جو على كاع باش واش قدمتونا واش قدمتونا فرحتوا الشعب كامل. اكيد كنتوما تقدموا احنا ثاني لازم نقدموا. انا راه في الخدمه تاع الشباب.
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاك بالرعاية والمتابعة الشخصية التي حظيت بها الطبعة 19 للألعاب المتوسطية من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إن الدولة الجزائرية وفت بالتزاماتها اتجاه الأسرة الرياضية من خلال رصد كل الإمكانيات وتهيئة جميع الظروف اللازمة لصناعة التفوق والامتياز، فوفى أبطالنا بدورهم بالتزاماتهم ورفعوا راية الجزائر في سماء وهران، مساهمة منهم في الاحتفال بالذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية، ولسان حالهم يقول نحن خير خلف لخير سلف. وإن إنجازات الرياضيين هي رسالة غير مشفرة إلى كل المشككين وزارعي اليأس في الداخل والخارج أن الجزائر الجديدة هي في الطريق الصحيح وبدأت تتضح معالمها وستبنى بفضل عزائم وعزيمة وإرادة أبنائها. كما أستسمحكم سيدي الرئيس أن أعبر لكم باسم جميع الأسرة الرياضية عن عظيم الامتنان والعرفان عن الدعم الذي ما فتئتم تقدمونه للرياضة والرياضيين والذي أثمر نتائج أثلجت صدور الجزائريين. من جانبهم ثمن الرياضيون الجزائريون المتوجون الذين خصهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس بالتكريم، ثمنوا هذه المبادرة التي من شأنها إعطاء دفعا جديدا للرياضة الجزائرية من أجل رفع اسم الجزائر عاليا في المحافل الدولية المقبلة. حققت زوج ميداليات ذهبية وبرونزية في لعب البحر الأبيض المتوسط، وكان لي شرف اليوم نتواجد مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون اللي كرمنا اليوم وحفزنا باش نحققوا نتائج أفضل. حقيقة رانا فرحانين كثير بعد التكريم اللي نشكره من خلاله، نشكر رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال ومام الوفد المرافق له. هذا التكريم اللي أكيد يزيدنا عزيمة، يزيدنا إصرار، ويزيدنا مسؤولية كبيرة باش نقعدوا دائما نشرفوا الراية الوطنية. احنا ملي جاء السيد الرئيس عبد المجيد تبون شفنا بلي التطور كبير في الرياضات من ناحيه النتائج، من ناحيه التنظيم، يعني فرحنا بزاف بالالعاب البحر الابيض المتوسط والنتيجه تاعنا التاريخيه اللي جبنا فيها 53 ميداليه. واليوم كان تكريم على شرف الرئيس، سياده الرئيس، فرحنا بهذا التكريم وهذا حافز كبير لينا باش نزيدوا نمثلوا الجزائر احسن تمثيل في مختلف المحافل، وان شاء الله الهدف الاول هو اولمبياد. يقول لك هذا شرف لينا، يعني دعم قوي من طرف الدولة لريادة النخبة، وهذا كما يقول حاجة تشجعنا تحفزنا إن شاء الله باش نقدموا الأفضل إن شاء الله ونقدموا أحسن فأحسن إن شاء الله في المنافسات المقبلة إن شاء الله. والله خير، فرحنا بزاف وهذا تشجيع كبير للرياضيين اللي كاع جابوا لي ميداي، وإن شاء الله العقبة اللي ما جابوش لي ميداي ونشرفكم في باريس إن شاء الله 2024 بميدالية ذهبية. بالنسبة لي شرف أن يكون حاضر هنايا. نبي نشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللي كرمنا اليوم واستقبلنا. أنا بالنسبة لي شخصيا كذلك باسم الرياضيين يعتبر حافز. نشكر بزاف رئيس الجمهورية على هذا الغيسيبسيون اللي دارها لنا، باسكو فريمون سيتان انكوراجمون باش وتحفيز لينا للقدام باش نزيدو نجيبو في البطولات ويكون عندنا القوة باش نكملو. نشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللي دار لنا هذا التكريم، وهو خطوة تحفيزية كبيرة وهو استمرار للدعم اللي داروا هو ودعم في الشباب باش دعمنا باش نبريباري ونجيب التيراني هادو باش نرفع الراية. والحمد لله تسمى قدرنا نوصلوا للاوبجيكتيف تاعنا وحققنا الميداليات. هذا كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد هنأ في حسابه الرسمي على تويتر البطل الجزائري عالميا أيوب حلاسة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في الألعاب العالمية بأمريكا. وجاء في الحساب الرسمي للسيد الرئيس على تويتر: ألف مبروك للشاب أيوب حلاسة الابن البار للجزائر المنتصرة على نيله الميدالية الذهبية في الكاراتيه بالألعاب العالمية بأمريكا.
عملا بأحكام الدستور لا سيما المادتين 91 الفقرة 7 و104. وقع أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية. عطفا على ما تضمنه المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتاريخ 4 جويلية 2022 بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال والمتعلق بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها فيما يلي حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو. أولا بخصوص إجراءات العفو العادية، الفئة الأولى تشمل 15,524 محبوسا محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام. الفئة الثانية تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 7 محبوسين، 5 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 2 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024. الفئة الثالثة تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة. الفئة الرابعة تتعلق بالمرضى كبار السن المصابين بأمراض مستعصية وعددهم 40 سجينا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة. الفئة والخامسة تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات التعليم المتوسط وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، 31 استفادوا من عفو جزئي. التكوين المهني وعددهم 2069 استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي. أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة البكالوريا فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج. ثانيا وبخصوص إجراءات التهدئة والتي شملت 44 حالة، تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيا، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر. كما استفاد 7 محبوسين من العفو الرئاسي كليا حيث تم الإفراج عنهم، واستفاد 3 محبوسين من عفو رئاسي جزئيا تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم 18 شهرا. وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 3 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا. هذا وقد تم إعداد قانون خاص امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني والمشار إليه في البيان السابق، يخص 298 محكوما عليهم، سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليها قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة. وبرلمانيا، اختتم أمس البرلمان بغرفتيه دورته العادية 2021-2022، فبمجلس الأمة جرت مراسم الاختتام في جلسة علنية وعامة ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح بوجيل، وحضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب أعضاء من الحكومة. جوجيل أشاد في كلمته الاختتامية بالإنجازات المحققة في كنف الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، داعيا إلى ضرورة الوحدة والحفاظ على الاستقلال الوطني والمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة على نهج استكمال مسار البناء المؤسساتي للدولة. عشنا أخيرا الذكرى 60 باسترجاع السيادة الجزائرية وعيد الاستقلال للشباب، ونحن فخورين
بكل اعتزاز لما شاهدنا معا كلنا الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير بحق وجدارة والمستوى كل الجزائريين والجزائريين فخورين بهذا. حقيقة كانت مفخر واعتزاز في نفس الوقت لما نشاهد هذا الجيش الوطني الشعبي اللي حقيقة مرتبط بالوطن ومرتبط بالشعب وهو ضامن لاستقرار البلاد. عشنا أيضا مرحلة أخرى، حدث آخر عنده كل أهمية، هي الألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران الباهية، أيضا هذه مفخرة أخرى. والفضل حقيقة بكل صراحة وبكل نزاهة ترجع إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبوه. كما اختتم المجلس الشعبي الوطني دورته العادية 2021-2022 في جلسة علنية وعامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة صالح بوجيل والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب أعضاء الحكومة. بوغالي ثمن بالمناسبة ما تمخض عن الدورة البرلمانية من ترسانة قانونية ستسهم دون شك في مواكبة البرنامج الاقتصادي والسياسي الطموح لرئيس الجمهورية، مشيدا في الوقت ذاته بالمواقف السيادية للسيد الرئيس من أجل إعلاء كلمة الجزائر وتأكيد مواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة. عام مضى شهدت فيه الجزائر ديناميكية التحول النوعي تكريسا للخيارات الاستراتيجية المعتمدة وللانتقال إلى مرحلة أقل ما يقال عنها أنها فطرة أعادت الأمل للشعب الجزائري التواق إلى المزيد من التقدم والازدهار، وسجلت من المواقف الشجاعة التي أكدت ثباتها على الحق بعيداً عن الرضوخ للضغوطات والإملاءات، مثبتة أنها سيدة قرارها الذي لا تخضع فيه إلا لضميرها وإرادتها السياسية التي جسدتها قيادتها برأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. واحتضنها الشعب الجزائري الذي برهن أن له من الوعي والتفطن ما يفوت الفرصة في كل مرة على المتربصين، شعب يعرف كيف يجمع كلمته ويحدد أهدافه ويلم شمله ويصنع من لحمته الوطنية ما يبهر به غيره، منصهرا بكل مكوناته تعلقا بوطنه وتشبتا بوحدته، مطلعا إلى غد واعد متجاوزا كل العثرات والإخفاقات، شعب يتناغم مع جيشه الباسل حامي الحمى والذائد عن الأرض والعرض، وهو العصي على المتآمرين الذين دأبوا على استهداف الأوطان وزرع الفتن وتمزيق الشعوب، جيش له من الحصانة التاريخية والحضارية ومن التحكم والقدرة والجاهزية ما جعله قويا مؤهلا لصون الوطن والحفاظ عليه في كل الأحوال والظروف. بتكليف من رئيس الجمهورية عايد أمس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم رفقة وزير الصحة عبد الرحمن بن يزيد ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيجة عايدوا المجاهد العقيد يوسف الخطيب قائد الولاية التاريخية الرابعة في بيته للإطمئنان على صحته. قبل كل شيء شكر الرئيس سيد الرئيس اللي يعني اهتم بقضية المجاهدين، واش نتمنى له على كل حال اللي هو نتمنى له الصحة أولا، ونطلبوا ربي يعاونوا ويقدروا على هذه المسؤولية، هذا الشيء اللي. وشكرا أنا شخصيا عنده مشكل صحي هذا مقبول
في نظرا للسن نظرا للتعب تاع الثوره ولا ما يهمش، ولكن الحمد لله هم قايمين بين الاطباء في عين النعجه قايمين بينا ويتبعوا. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه، واليوم نحن بصدد زياره الى قائد الولايه التاريخيه الرابعه سي يوسف الخطيب سي حسان، الذي نطمئن اليوم على صحته ونعمل على التكفل بكل المسائل المرتبطه بهذه الوضعيه. فتعليمات السيد رئيس الجمهوريه تقضي انه يجب ان يتم التكفل بكل انشغالات المطروحه في هذا السياق. يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة، وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن بحمد بمدينة لوزاكا بزامبيا في أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. وسيتناول وزراء خارجية الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي خلال هذه الدورة العديد من القضايا المتعلقة بتنفيذ الأجندة القارية للسلم والأمن والتنمية والاندماج، وخاصة ما تعلق بالهجرة واللاجئين والنازحين، الصحة والسكان ومكافحة المخدرات، وكذا البنى التحتية الإقليمية والعابرة للقارات. وعلى هامش الأشغال، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة محادثات ثنائية مع العديد من وزرائه الأفارقة، وزراء خارجية كل من السنغال، جنوب إفريقيا، نيجيريا، رواندا، إثيوبيا، وأنغولا، تونس، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكاميرون، زامبيا، زيمبابوي، والتوغو. وقد تركزت المحادثات حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية، فضلا عن العلاقات الثنائية وأفاق تعزيزها. كما التقى العمامرة مع الرئيس الجديد للبرلمان الإفريقي السيد فورتين تشارومبيرا من جمهورية زيمبابوي، حيث جدد له التهاني بمناسبة انتخابه مؤخرا على رأس هذه الهيئة الإفريقية الهامة، مع تأكيد دعم الجزائر له في أداء مهامه. بعد قرار رئيس الجمهورية بإعادة فتح الحدود البرية مع الشقيقة تونس بعد أن كانت مقتصرة على نقل البضائع فقط، كاميرا تلفزيون الجزائري ترصد آخر التحضيرات والاستعدادات بمعبر بوشبكة الحدودي بتبسة، والذي يعتبر منفذا حيويا ورافدا هاما للتدفقات البشرية والاقتصادية للجانبين الجزائري والتونسي. التفاصيل مع محمد زمولي. معبر بوشبكة يعد معبرا حيويا للتدفقات البشرية والاقتصادية للجانبين الجزائري والتونسي. بتجهيزه وطاقمه العامل المؤهل، يعد هذا المعبر على أتم الاستعداد لموسم ذروة التنقل عقب القرار التاريخي للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. والله فرحنا كما كامل المواطنين، الحمد لله عائلتهم كامل حابين يتنقلوا، يعني كاين اللي عندهم لا فامي، كاين السياحه. تلقينا الخبر بكل فرح وكل سرور، واخواننا التوانسه وكذلك عندنا الجزائريين مقيمين ليه، وعندنا انساب، ونحن شعب واحد، وكاين نظام وواقفين الحمد لله على فضل ربي من احسن المراكز لهنا نفوتوا عليها. شهد معبر بوشبكة نهاية موسم 2019 مرور أزيد من نصف مليون مواطن. إجراءات الرواق الأخضر المسهلة لتنقل أصحاب الحالات الخاصة من كبار السن والعائلات تجعله محببا، ناهيك عن اعتماد نظام سندات المرور الإلكتروني للمركبات وتسويتها بالإنترنت عن بعد. تزامن هذا الحدث مع موسم الاصطياف، وهو ما يدعو أعوان الجمارك، إطارات وإطارات الجمارك على مستوى كل مناصبهم وعلى مستوى كل مواقعهم لمضاعفة الجهود ورفع التحدي من أجل إنجاح هذا الموسم. تم تصفير 14 شباك للمراقبة الحدودية بما فيهم شبابيك متنقلة خاصة بالمسافرين المتواجدين على المركبات، وشبابيك على مستوى قاعات المراقبة الحدودية للمسافرين العابرين بكل الوسائل.
للمعبر ميناء جاف يعتمد نظاما فعالا وسريعا للتصريح الجمركي للتصدير والاستيراد ولم يغلق إبان الجائحة. كل التسهيلات موجودة، وبالتالي كل سواء لامبورتاسيون ولا ليكسبورتاسيون يعني ما تطولش. معبر بآليات رقابة ذكية وانتقائية تسمح بمرور سلس وفعال وظروف استقبال جيدة. بعد إتمام أداء مناسك الحج بعد ساعات قليلة تصل أرض الوطن أولى الرحلات للحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة، وأولى هذه الرحلات ستكون باتجاه قسنطينة وتضم 258 حاجا. سعيد حمزة النادير. استقبلوا بالورود واليوم يودعون بالعطور راجعين سالمين لأرض الوطن. الحمد لله درنا المناسك تاعنا، عاونتنا البعثة، عاونتنا الدولة، وكلش عدى على ما يرام. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. إن شاء الله العقوبة كش مع عمرها إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي والحمد لله، والله عدات مشبه ما قدرناش نربحوا منها. الحمد لله رانا مروحين، أدينا فريضة الحج والحمد لله، ربي ينصرنا وينصر بلادنا وينصر الشعب والشباب نتاعنا، وربي يوفقنا وربي يخلي الخير قدامنا ديما. وبإذن الله إن شاء الله نوصلوا على خير، ونقولوا رئيس الجمهورية كتر خيرك كتر خيرك على الالتفاتة اللي درتيها لنا. احنا اغتنمنا الفرصة تاع وجودنا في هذا المكان الطاهر بأن دعونا لعائلاتنا وأحبابنا وإخواننا ولوطننا بالأمن والأمان، وأن يأتيه رزقه من كل مكان إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله يعود يعني الدعاء هذا اللي دعوه الحجاج على الخير والبركة لكل الجزائر والجزائريين إن شاء الله. جميع الحجاج في شوق كبير لأرض الوطن والعودة ميمونة إن شاء الله لجميع الحجاج. البشارة في الوجوه والشوق كبير للقاء الأهل. اليوم إن شاء الله أول رحلة التي ستعود إلى أرض الوطن، إن شاء الله نتمنوا أن يعودوا إلى وطننا العزيز بأمن وسلام. عدد حجاجنا اليوم 258 حاج سيتوجهون إلى مطار قسنطينة، نتمنى لهم إن شاء الله طريق السلامة. هو الحج رحلة النسك لبيت الله ورحلة الشوق والدعاء لأرض الوطن. عودة ميمونة لحجاجنا الميامين. إذن إلى هنا مشاهدي الكرام، نطوي معكم أوراق النشرة، نلقاكم في موعد لاحقة بحول الله، بأمان الله.